بشكل كويس تاني من جديد. خطورة 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 وإنقاذ، وأول هدف اللقاء. نعم نعم عملوها وفي المرمى سجلوها. سموحة بضربة راس صعبة على الحراس، تحزن كل الناس من عشاق النادي الأهلي. وكالعادة هداف الدوري السعودي، هداف الدوري السعودي جودون أطرام سجل في الدور الأول في الدقيقة 52، ويسجل في الدور الثاني هدف ثاني ليرفع رصيده إلى 8 أهداف. نعم انطلاقة اختراقة زيادة عددية تغطية دفاعية، وأطرام بضربة راس يسجل هدف أول لنادي سموحة. جودون أطرام مفيش كلام، تعظيم سلام، حاول النادي الأهلي لكن والمصائب لا تأتي فرادة على النادي الأهلي. ما بين هدف أول وما بين إنذار وانطلاقة، وفعلا إنذار، فعلا إنذار وفعلا ضربة جزاء، بل كان ممكن تكون كارت أحمر وطرد لسموحة عشان يجيب تاني جون. بينما الأهلي إن كان ده حلم يا ريته ما يطول، وإذا علم يا ريته أبدا ما يكون. وأطرام قد يكون صاحب هدف تاسع له في اللقاء، يسجل يسجل الهدف الثاني 2-0. أكبر المفاجآت، أنا مش قلت لكم، وكأنه بيقول أنا مش قلت لكم، مش قلت للاستوديو زوم لهذه التبديلات، ومع ذلك الأهلي قادر على العودة. ثاني من جديد محاولات بركات والكرة العرضية وهدف أول. نعم هدف أول له هدف تقليص الفارق، أسامة حسني بالتخصص أخيرا أخيرا من كرة عرضية حرم مانويل جوزيه النادي الأهلي منها، ولكن بركات بخبرته، بركات بحنكته، بركات بمهارته، بانطلاقته، باخترقته بكرة عرضية، وأسامة حسني بالمهارة العالية وبلقطة تهديفية على أعلى مستوى. الأهلي يعود بالإصرار، الأهلي يعود بالهزيمة بالعزيمة، الأهلي يعود بالتاريخ. نعم إنه التاريخ يقول أن الأهلي دائما يعود بهذا الإصرار وهذه العزيمة. وأسامة حسني في واحد من الأهداف الصعبة، ده على فكرة من الأهداف الصعبة، بتصر الفريق وخسر كرة العرضية، ومع ذلك الأهلي قادر على العودة، قادر على العودة، قادر على العودة ويعود. نعم يعود يعود يعود. إذن الأهلي يعود بالانتصار، يعود بعزيمة الرجال، يعود التعادل 2-2. إنها عزيمة الرجال، إنها همة المحاربين، إنها مهارة الموهوبين. مهما كانت أخطاء تبديلات المدربين، الأهلي يعود. وأحمد السيد السيد اللقطة الأخيرة يعيد النادي الأهلي إلى نقطة التعادل بالإصرار والعزيمة والتحدي. الأهلي يعود رافعا شعار للنهاية، ما في حد أدي. وأحمد السيد يبرهن على تقدمه وتفوقه في لعبة أخيرة ولقطة أخيرة، يعود الأهلي للتعادل بسبع دقائق وقت بدل ضائع. الأهلي يعود بعدما تأخر بفارق هدفين. بالتاريخ قل، بالجغرافيا قل، لكن بالمنطق لا تقل. فالأهلي